اللي جايه دي اخطر واحده فيهم. اشمعنى؟ زميلنا في اون تايم سبورتس خالد رزق كان موجود مع رابطه ريال مدريد في مصر اثناء المباراه، وصرخه الهدف الاول وصرخه الهدف الثاني واللي احنا شفناه في الاحتفاليه الخاصه برابطه ريال مدريد في مصر، اللي انا واثق بشكل كامل يعني انه حصل بالنسبه لرابط ريال مدريد على مستوى الوطن العربي، بيأكد لك حاجتين مهمين وبيطرح سؤال هو الاهم. اول حاجه، جمهور الكره جمهور كوره، قعدته في القهوه، عملت بيه حفله، عملت بيه اي حاجه، الجمهور هيعرف يجمع نفسه ويشجع اللي يحبه. الجمهور هيعرف يجمع نفسه ويشجع اللي بيحبه. الحاجه الثانيه، انتهى بقى موضوع اصل الاهلي والزمالك والريال وبرشلونه بياخدوا من شعبيه الاهلي والزمالك، الموضوع ده انتهى. انت لو بتعمل الدوري كله بجماهير ماليه العدد، الناس بتبص على الكوره اللي هي بتحبها. الاهلي والزمالك هيفضلوا اعلى قاعده جماهيريه على مستوى مصر والوطن العربي والمشاهدات والجمهور وكل حاجه، ده هيفضل. لكنك لا يمكن هتمنع الجمهور ان يشوف الريال ويشوف السيتي ويشوف برشلونه ويشوف ويشوف ويشوف. مانشستر سيتي اللي كان منذ وقت قريب 10 سنين 12 سنه ملوش اي حد يعرفه في مصر، النهارده بقى ليه رابطه بيحتفلوا بالدوري وبيجمعوا وباعداد والناس بتشوف اساطيرهم وكل هذا الكلام.